كان صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يوزع الأيام، ما يخلو يوم من عبادة صلوات الله وسلامه عليه، يعلم الناس أن هذه الحياة ينبغي أن يكون أصل وجودنا فيها حصتها لله سبحانه وتعالى.